أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الفقرة من هذه التغطية الخاصة والمباشرة من قناة المغاربية، التغطية المستمرة على موقع القناة وعلى يوتيوب وعلى فيسبوك. كما تعلمون، لتذكير، قناة المغربية تم وقف بثها على الأقمار الصناعية من قبل شركة يوتلسات ومقرها باريس، والتبرير تعرفونه بزعم أن السلطات الجزائرية اشتكت أن المغاربية تبث للأراضي الجزائرية من الخارج في مفارقة غريبة عجيبة، تبريرا من الشركة وممن حاولوا تسويق هذه الذريعة لوقف بث قناة المغاربية. المغاربية التي نذكر تخضع للقانون البريطاني، مثلها مثل البي بي سي، كأن تطلب السلطات الجزائرية وهي ليست منزعجة من البي بي سي مثلا التي تبث من بريطانيا أن توقف البث إلى الجزائر. سلطات منزعجة من المغاربية، لماذا؟ لأنها القناة الوحيدة تقريبا بدون مبالغة التي تخصص تغطية خاصة ومباشرة للحراك الشعبي المستمر منذ 22 من فبراير. طلب خرجوا أمس بكل زخم وبعنفوان كبير وإصرار مرة أخرى للانتخابات مع العصابات، وتنديدا بالأحكام التي صدرت في حق حاملي الراية الأمازيغية من محكمة سيدي محمد قبل 48 ساعة. إدانة حاملي الراية الأمازيغية 21 شاب بستة أشهر نافذة وستة أشهر غير نافذة، يعني سنة حبس، ستة أشهر نافذة وستة أشهر أخرى غير نافذة. المفارقة في العاصمة نفسها اليوم تصدر محكمة باب الواد على بعد كيلومترات قليلة في نفس المدينة، في نفس العاصمة، في نفس البلد، تصدر حكما بتبرئة خمسة متهمين بتهديد الوحدة الوطنية، مثل ما هو الاتهام للواحد والعشرين الذين حكمت عليهم محكمة سيدي محمد بالسجن. ولكن محكمة باب الواد برأت حاملي الراية الأمازيغية وأطلقت سراحهم هؤلاء الذين اتهموا، مثل ما اتهم حاملي الراية الأمازيغية. للتذكير، طبعا جاءت الحملة ضد حاملي الراية الأمازيغية بعد خطاب قايد صالح في جوان الماضي، يعني بعد أشهر من بدء الحراك الشعبي. فجأة تم اكتشاف قضية الراية الأمازيغية في ما اعتبر خطة واضحة وجلية من قبل السلطة للعب على هذا الوتر. المفارقات مستمرة في هذا المشهد الجزائري، يصنعها من تصدروا المشهد للمفارقة، كريم طابو في الحبس والأخضر برقعة المجاهد الذي يرقد في المستشفى مريضا، واليوم منظمة المجاهدين طالبت بإطلاق سراحه، وأيضا بومالة ومعارضي وسمير بالعربي ومبروك سعدي وغيرهم من كل الاتجاهات ومن كل التيارات في الحبس في السجن. بينما من كانوا يقولون، يقسمون مثل تبون، أن برنامج فخامة الرئيس بوتفليقة لن يتوقف يتصدر المشهد. بدأت الحملة الانتخابية حتى قبل بدايتها الانتخابات الرئاسية. اليوم ينقل موقع جزائري عن متحدث باسم حملة تبون والذي كان مع العهدة الخامسة ويطبل لبوتفليقة، وكان محسوب حتى لحزب تاج لعمار غول المحبوس في الحراش. العقاب يقول بأن تبون استأجر طائرة خاصة، تصوروا طائرة خاصة لكي يجول في الجزائر لهذه حملة الانتخابات التي لم تبدأ، المفروض تبدأ يوم الأحد. وقد ذاق بنغرينا في تندوف ما ذاقه من ديغاج، وبنغرينا هرب من قبل سكان تندوف الذين رددوا للانتخابات مع العصابات. في نقاش اليوم معنا عبر خدمة سكايب من باريس حسين جيدا، الأكاديمي والمحلل السياسي، وعبر الهاتف من الجزائر بالقاسم نايت صالح المحامي. أستاذ بالقاسم نايت صالح، نبدأ معك، ما تعليقك كمحامي على ما أصدرته اليوم محكمة
باب الواد بتبرئه حاملي الرايه الامازيغيه 48 ساعه بعد الحكم الذي اصدرته محكمه سيدي محمد بسجن حاملي الرايه الامازيغيه. مساء الخير. مساء النور. وفي حقيقة الأمر هذا الاستقطاب يعني أصبح حتى داخل الهيكل القضائي هناك استقطاب، من يريدون يعني أن يصطفوا مع الشعب ومن لا يريدون الاصطفاف مع الشعب. هذا إدراك لعوارض الأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها البلاد. هذه من بين هذه العوارض هو عدم استقلالية القضاء. رأينا منذ أسابيع، يعني منذ أسبوع تقريبا أسبوع، يعني ما كان الإضراب الذي قام به القضاة وكيف تراجعت نقابة القضاة حول مطالب فئوية، بينما نادي قضاة الجزائر كان رده يعني حازما ورده قاسيا على وانتقد المنظم انتقد نقابة القضاة. القضية هناك يعني داخل بهذا القضاء، وهنا المفارقة الكبرى، هناك يعني هناك استقطاب بين من يعني يدعم الحراك رغم تغول السلطة التنفيذية على القضاء، وهناك من يريد أن فقط يعني يلتزم بحدود عدم الخروج عن من بيت الطاعة. الإشكال الحقيقي هنا، الأزمة الحقيقية في خضم هذه يعني ما يسمى بحرب الإرادات، هناك فعل ورد فعل. لماذا قلنا بأننا منذ بداية قضية مبدأ نحن نشد على أثر وعلى يد القضاة لما أعلنوا في مطالبهم أنهم يقفون مع الشعب ويطالبون باستقلالية القضاء؟ قلنا نحن نشد على أيديهم ونساندهم، لأننا المطلب الوحيد الذي خرج من أجله الجزائريين منذ 22 فبراير وهو استقلالية القضاء، يعني إقامة سلطة قضائية مستقلة لا تخضع لا للتعليمات ولا الإعافات، يخضع قاضي إلى سلطة القانون وضميره فقط. اليوم كان منتظرا. هناك، أنا لا أعلق على الأحكام، ولكن هناك يعني يبدو لي هناك استقطاب أدى إلى وجود يعني تفسيرين، أن هناك داخل الهيكل البشري للمنظومة القضائية هناك شرفاء، وأقولها وأؤكد لولاهما لانهارت منظومة القضائية في الجزائر، لأنها هناك قطيعة تامة بين الشعب وبين هذه المنظومة القضائية، لأن الشعب الجزائري يرى أنه بعد 57 سنة من الاستقلال أنه لن يؤسس دولة القانون والحق، وأصبح هناك مشكل حقيقي وهو عدم تساوي الجزائريين أمام القانون. في حرب الإرادات التي جاءت بعد 22 فبراير نحن الآن نعيش هذه العوارض، وبالتالي لما ترى بأن يعني كيفية اللجوء إلى الحبس الاحتياطي في قضايا لما ترجع إلى النص القانوني وهو المادة 1 من قانون العقوبات التي تقول صراحة أنه لا عقوبة ولا جريمة ولا تدابير أمن بدون نص قانوني، ترى بأن لا يوجد في نص قانون العقوبات من المادة الأولى إلى آخر المواد لا يوجد جنحة ولا جريمة ولا مخالفة في القانون تسمى رفع الراية. هذه راية ليست براية، ولكن يعني يافطة تبين عن هوية سكان المغرب العربي، وهذا ليس لا جريمة ولا جنحة ولا مخالفة. وبالتالي في إطار وخضم يعني انعدام البديل لحل حالة الأوضاع وحل الأزمة السياسية المستعصية والألغام الذي تركها الطاغية المستبد الرئيس المخلوع،
وفكره الخبيث والعصابات التي أسس لها وكان يترأسها. ولكن هل يجب تعليق كل شيء على بوتفليقة والعصابة؟ لم تذهب العصابة؟ هناك من يقول يعني القصة مرتبطة بالحاكم الفعلي الحالي للبلاد، يعني هناك من يقول مرتبط قضية الراية بخطاب قايد صالح لما ألقى ذلك الخطاب في جوان، كانت لم تكن هناك قضية راية أصلا، تحولت إلى قضية وبدأت الاعتقالات يومين بعد خطاب قايد صالح. والآن هناك من يقول على فيسبوك تعليقات الجزائريين أنه ربما التليفون اشتغل في محكمة سيدي محمد ولم يشتغل في باب الواد. هذا هو الفرق. ليست قضية فقط يعني أنه اشتغل في سيدي محمد ولم يشتغل، هناك قابلية، القابلية ربما كانت في سيدي محمد وغير موجودة في باب الواد وفي مناطق أخرى. هناك قضية الإجراءات التي اتخذت، يعني لما تلجأ إلى الأحد الاحتياطي فأنت ترمي بالكرة يعني إلى قاضي الموضوع، قاضي الذي يصل أو قاضي الحكم حتى يجد السند القانوني للتغطية عن ما يمكن تسميته بالحبس التعسفي. فأنت تريد أن تبحث عن مخرج قانوني لتصرفات غير. طيب جميل، يبقى معنا أستاذ بلقاسم لو تكرمت، أستاذ حسين جيد، ما رأيك حكم في سيدي محمد بالسجن وفي باب الواد لا، وأيضا حتى في مناطق أخرى بالمناسبة، في عنابة، في مدن أخرى كان هناك تبرئة لحاملي الراية الأمازيغية. نعم، تحية لك ولضيف الكريم والإخوة المشاهدين. نحن طبعا نثمن هذا القرار، قرار الإفراج عن أبناء الجزائر الذين سجنوا ظلما وعدوانا، ونقول بوضوح أن اختلاف الأحكام بين باب الواد وسيدي محمد يبين انهيار منظومة الحكم من الداخل. منظومة الحكم العسكرية ليس باستطاعتها اليوم السيطرة على كل منافذ الشرطة، بدليل أن القضاة وهم الجسم الأكثر انضباطاً، أكثر انضباطاً والأكثر خضوعاً للسلطة، رأيناهم يضربون عرض الحائط اليوم بما قاله القايد صالح في خطابه الأخير حين قال بأنه لن يكون هناك إفراج عن المعتقلين. اليوم أفرج عن المعتقلين، ما قيمة تهديدات القايد صالح؟ هنا نقول بأن هناك قضاة، وهذا الذي قلناه عندما بدأ القضاة إضرابهم، قلنا علينا أن نشجعهم حتى وإن كنا متوجسين خيفة منهم. لماذا؟ لأن في سلك القضاء جزائريين يرفضون منظومة الحكم ويرفضون الوضع الذي يعيشونه والإهانة التي تعرض لها الجزائر. اليوم هؤلاء أعطوا المثال لبقية الأجسام ولبقية الأسلاك من أن لا يمكن لأي جزائري صادق أن يبقى تحت رونجاس العسكر، وأعطوا مثال بحيث أصدروا أحكام تخالف ما قرره القايد صالح. هذا من جهة. من جهة ثانية نرى أن الحراك هو الذي أيضا شجع هؤلاء القضاة على المضي في تسريح أو إطلاق سراح المعتقلين، المظاهرات التي يقيمها الطلبة والمواطنون أمام المحاكم والتعليقات والضغوط والدعوة التي قدمها الشعب الجزائري للقضاة، يا قضاة لا تخافوا من الطغاة، الشعب معاكم. إذن هذه شجعت بعض القضاة على أن يحتكموا لضميرهم ويحتكموا القانون وأطلقوا سراح أبنائنا. ونتمنى أن يحذو بقية القضاة حذو هؤلاء، لأن الجزائر ستنتصر، ولأن التغيير قادم، ولأن هؤلاء القضاة الشجعان الذين احتكموا إلى ضميرهم وإلى القانون هم الذين سيكونون نواة جزائر الغد، وليس القضاة الذين يحتكمون للتليفون أو الذين يريدون التودد والتزلف للقيادة العسكرية برميهم أبناء الجزائر في السجون وسجنهم المجاهد الأخضر بورقعة وكل رموز الحراك. إذن نحن نثمن ونشجع ونقول لبقية القضاة، أنتم وضميركم، أنتم والقانون، أنتم أمام ضميركم وأمام القانون،
ونحن معكم، الشعب سيكون سندا لكم اليوم وغدا، وستكون غدا إن شاء الله ستكونون نواة جزائر العدالة، جزائر الحق، وجزائر المواطنة. طيب يبقى معنا حسين جيدل. وطلبة الجزائر يواصلون الخروج، خرجوا أمس للثلاثاء 38، وأيضا مرة أخرى بزخم كبير وبمشاركة من المواطنين من كل الشرائح ومن كل الأعمار، خرجوا في العاصمة وفي عدة أنحاء من البلاد. معنا عبر الهاتف من الجزائر نور الدين مداحية، ناشط في الحراك الطلابي. عز الدين، لو وضعتنا في صورة ثلاثاء أمس. السلام عليكم، أهلا بك، شكرا على الاستضافة مرة أخرى. اسمي عز الدين ولست نور الدين. عز الدين ما دير عز الدين مداحية. نعم نعم، معليش معذور. والله يعني البارح كانت مسيرة يعني تميزت كالعادة يعني بسلميتها والشعارات الهادفة والقاصدة، وايضا تميزت ب يعني بسقوط بعض قطرات المياه الشتاء. والحمد لله يعني فاتت في ظروف حسنه، لانه ما نقولش يعني لم يكن هناك اعتقالات، بل كانت هناك في البدء وايضا في اخر المسيره كانت هناك بعض التوقيفات من طرف رجال الشرطه لبعض الطلبه، لكن كان يتم تحريرهم بسرعه، وذلك بفضل الجماهير التي كانت تهدف في كل مره يوقفوا طالب او مواطن، لانه مسيرات طلبه اليوم اصبحت تتميز يعني بانضمام بقيه فئات المجتمع والمواطنين وكل مره يعني اليها. قلنا انه كان هناك بعض التوقيفات، لكن كان يتم تحريرهم بفضل هتافات الجماهير وتوجههم نحو رجال الشرطه. يعني كان فيه تواصل البارح، يعني كان فيه تواصل ما بين المتظاهرين ورجال الشرطه، وصارت يعني بطريقه حسنه. لكن هذا لا يعني انه، لانه نلاحظه هنا بعد ما نشوفوا هذه التصرفات والممارسات، هي حاجه مليحه يعني تقارد السلميه تاع المظاهرات، لكن شوفوا انه هذا النظام راه يصير معنا بعقليه الثواب والعقاب، اي كما نقول نحن في الجزائر يجرح ويداوي. لانه قبل او في ليله المسيره تم محاكمه معتقلين الراي، ولم يتم انصافهم في حقيقه الامر، وانا كنت شاهدا على ذلك. إذا لما خرجنا في المسيرات كانت من بين الشعارات اللي كنا نتبنوها هي المطالبة بإطلاق كل معتقلين الرأي وحتى معتقلين الراية، وأيضا خاصة الطلبة منهم مثل نور الهدى دحماني. يعني والله شفتها لأول مرة، أنا شفتها يعني في أمامي لما كنت متواجد بالقاعة بالمحكمة. والله حالتها ما تشكرش، وأرى أنه هذه أمانة يجب ان نفوتها هنا يعني في منبر المغاربيه حتى يسمعها كل المشاهدين وكل الذين يتابعون قناتكم. والله حالتها ما تشكرش. كانت وحنا احنا تعرضنا الى قضيتها كم من مره. لافت عز الدين انه في المحاكمه هي كانت من ضمن المحاكمين، ولكن لا علاقه لها بالرايه الامازيغيه، هي رفعت رايه يجب محاسبه الفاسدين، اليس كذلك؟
ورفض الفساد. نعم ورفض القاضي إطلاق سراحها، وعلى أساس أن تحاكم الأسبوع المقبل. نعم، يعني كان من طالب محامي الدفاع أن نطلب من القاضي إطلاق سراح مشروط، يعني تشارع على برا كما نقول إحنا بالعامية، أن يعني تخرج وتشارع على برا لأنه حالتها الصحية في تدور، وأيضا خسرت الكثير من وزنها، يعني كان يبان هذا الشيء على وجهها لما شفت فيها. والله أبلش يعني جت توشي، ولكن كما يقول ربي يطلق سراحهم. وأيضا هنا نشوف أنه هناك تضارب حتى ما بين القضاة في تطبيق القوانين والأحكام، لأنه في نفس الولاية في محكمة باينام تم إطلاق كل المعتقلين اللي عندهم نفس القضايا، يعني كيون مانديلي يعني حسب القانون عندهم نفس القضية، لكن تم إطلاق سراحهم في محكمة، وفي محكمة أخرى تم إدانتهم، البعض منهم سنة سجن نافذة والبعض الآخر سنة سجن 6 أشهر منها نافذة و6 أشهر مع وقف التنفيذ، يعني سيرسي. شكرا جزيلا لك عز الدين مداحي الناشط في الحرائق. شكرا لك. طلابي بالقاسم نيت صالح، ما رأيك في قضية الطالبة نور الهدى دحماني؟ وكنا نسمع إلى هذه القضية، شابة رفع ذنبها 22 سنة، وضعها مثل ما يقول عز الدين مداحي ليس مطمئنا، يعني رفعت راية تدعو لمحاسبة المفسدين يصلون ويجولون، بالعكس بعضهم يترشحون الانتخابات، بينما طالبة في الحبس ويرفض القاضي إطلاق سراحها وتحاكم على أساس تم تأجيل محاكمتها وإدخالها في معمعة قضية الراية مثلا. وفي حقيقة الأمر أنا لست مندهشا، يعني أنك يمكن أن تخرج يعني من ملة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ويسامحك القضاء أو أي شيء، يعني شيء طبيعي، ولكن إياك أن تتكلم عن الفساد والفاسدين. لمدة 20 سنة لم يفتح القضاء الجزائري ملفا أو تحقيقا واحدا في الفساد أو ملفات الفساد التي تخرق فيها البلاد، هذا أولا. ثانيا، كانت هناك حصانة قضائية للجريمة والفاسدين والفساد، يعني لما أنا قلت بأن الطاغية المستبد لخم البلاد بخبثه وتلاعبه وتقصيره لكل شيء في هذا الوطن من قيم، من هياكل دستورية ومؤسساتية وعقلية وذهنية حتى أخلاقية، أنا أعيما أقول، أنا أقول لك بلي أنا من الأشخاص الذين لما في 2004 كلمت عن الفساد، يعني كل جهاز القضاء يعني جاء ضدي وعلى ونعتني بكل النعوت، ويعني وكنت محل متابعات على أنني لا يمكنني أن أخرج عن الخط المسطر وهو الإشادة بإنجازات الفاسد الأكبر ورئيس العصابة، وهذا هو الواقع المر الذي عاشته البلاد. طب ولكن هذا ولكن ألم يذهب وتذهب معه العصابة؟ ولكن ممارسة العصابة مستمرة، بالعكس ربما أسوأ، هناك من يقول أسوأ في الاعتقالات، يعني مثلا في هذا العهد البوتفليقي بدون بوتفليقة، يعني أذناب العصابة مازالوا مستمرين، من كان يقسم أن بوتفليقة برنامج بوتفليقة لن يتوقف، هو المرشح يقدم على أساس أنه المرشح الأوفر حظا وحتى مرشح النظام، وإن كان ينفي أنه مرشح العسكر مثلا تبوني وغيره. ما تقوله عين الصواب، وهذه حقيقة لا يمكن القفز عليها، لكن أقول لك هذا الشخص، هذا العقلية الخبيثة هذه تجدرت في المجتمع، وأصبح الفساد في بلادي أفقيا وعموديا، وكل فئات الشعب أصبحت يعني أكاد أجزم أنها كلها بطريقة أو بأخرى يعني تأقلمت مع الفساد. الإشكال الحقيقي أننا ابتلينا يعني بخبيث مثل هذا الشخص الذي خرس الفساد ولغم البلاد. الآن كيفية الخروج هذا يتطلب وقت، أنت الآن
هناك عملية استنساخ لمنظومة فاسدة، يعني يراد استنساخها باستبدال بقاء الجوهر ولكن طيب. استبدال الوجوه، لكن لا يمكن لا هذا المترشح المزعوم أن ينزل إلى الشارع سواء باستئجاره طائرة أو صاروخ. أنا أقول لك صراحة من له الكرامة ينزل إلى الشارع ويرى ما يرى. طيب شكرا جزيلا لك بالقاسم نايت صالح، المحامي والناشط الحقوقي والانتخابات والجدل المستمر حول هذه الانتخابات. تبون يقول أنه ينفي أنه مرشح المؤسسة العسكرية بنغرينا وما تعرض له في تندوف، والمتحدث باسم تبون يقول اليوم بأنه تبون استأجر طائرة خاصة، نعم طائرة خاصة ليخوض الحملة الانتخابية للرئاسيات التي يخرج الجزائريون يقولون الانتخابات مع العصابات. انتخابات هي انتخابات. تبون يقول أنه ليس مرشح الحملة المؤسسة العسكرية ينفي ذلك، المتحدث باسمه يقول بأنه أجر طائرة خاصة لخوض الانتخابات، بن فليس يقول أنه يحذر من العهدة الخابسة ويزعم أنه مع الحراك وهو مرشح الحراك ويطالب باستمرار الحراك، بن غرينا وما حدث له في تندوف وغيرها من العناوين. طبعا هؤلاء تبون استأجر طائرة طبعا ليستقبل في الهواء الناخبين الذين تم استيرادهم من المريخ، راح يستقبلهم الفوق في السماء باش يدير معهم حملة انتخابية. هؤلاء يعني إذا لم تستحي فافعل ما شئت، يعني هؤلاء ليست لهم يعني الحد الأدنى من المروءة ومن الأخلاق، فما بالك بالرجولة. فعندما تخرج الملايين تقول لك ما كانش انتخابات مع العصابات، يقول لك هو كان انتخابات. عندما لم نسمع بأي من المرشحين انتقد القيادة العسكرية ولا طالب بإطلاق سراح المعتقلين، عندما نرى بأن كل هؤلاء المرشحين هم جزء من العصابة وهم جزء من النظام بما فيهم علي بن فليس. علي بن فليس لما يتكلم على الحراك الأولى له أن يسكت، هذا الرجل الأولى له أن يسكت لأنه لا علاقة له بالحراك. علي بن فليس عمره ما في دار مظاهرة في حياته، فما بالك فما علاقته بالحراك؟ ولا مرة في حياته خرج المظاهرة، فما بالك بالحرب. أما تبون فتكفيه مسألة قضية الخليفة وتكفي قضية الكوكايين وتكفيه رجل فشل في أن يحل مشكلة سكنات عدل، يعني جزء من المجال تاع الجزائر. هذا يحب مشاكل الجزائريين كامل بعد أن تعقدت. هذا ما قدرش يحلها لما كانت الأموال الملايير يتلاعب بها. الآن لما نفذ ما في خزينة الدولة يمكن لهذا الرجل البائس اليائس الفاشل أن يكون رجل الجزائر،
والله راكم راهم يسبوا في الجزائريين ويراهم يهينوا في الجزائريين عندما يلوحون بمثل هؤلاء ليكونوا قادة الجزائر بعد أن أفرزت الثورة الجزائرية شبابا وشابات من معدن صاف، من شاب شبان قادرين باش يقودوا الجزائر ويقودوا الجزائر نحو طريق صحيح ويبنوا جزائر المواطنة، جزائر الحق، جزائر العدل، جزائر التضامن، جزائر الكرامة الحقيقية. إذا هؤلاء سيدي لما يقول لك احنا ماناش مرشحين العسكر، شكون اللي رشحكم انتوما؟ من رشحكم؟ ما هي لجان الانتخابات التي رشحتك؟ ما هي الاحزاب؟ قل لنا انت تبون شحال عندك ان المنخرط انت معك؟ كيف بين عشيه وضحاها حصلت على مئات الالاف من الاستمارات ومن التوقيعات؟ هذا يذكرنا بميلاد الارندي عندما ولد الصبي الذي ولد بشواربه كما يقولوا، خرجوه في المخابرات، خرجوا التوفيق بين عشية وضحاها صبي ولكنه شواربه. هكذا هو تبون. إذا هؤلاء نقول لهم الشعب سيرد عليكم، الشعب سيحسن كيف يرد عليكم انتوما، وانتخابات القيادة العسكرية التي تريدكم واجهة لها لتبقى في العسكر. الشعب الجزائري في الأيام القادمة عندما يذهب إلى عصيان مدني وهو آخر حل سلمي على الشعب الجزائري نلجأ إليه، حينها سيمكن لتبون أن يطير بطائرته وأن يحط أينما حل أينما أراد. نتحداوه لو كان هذا تبون ينزل من الطائرة نتاعو من منصة الانطلاق نتاع الطائرة ويذهب إلى أي مدينة من مدن الجزائر، الشعب الجزائري يرسل له تحدي وسيرى ذلك. ومصير بن قرينة ومصير بن فليس في باب أحسن خير مثال على ذلك. طيب يبقى معنا أستاذ حسين جيد. الدكتور سفيان جلالي رئيس حزب جيل جديد ينضم إلينا الآن. دكتور سفيان جلالي، كيف تقرأ المشهد؟ العنوان الكبير اليوم هو محكمة باب الواد تصدر حكما ببراءة حاملي الراية الأمازيغية بعد 48 ساعة من الحكم عليهم في محكمة سيدي محمد على 21 شاب بالسجن. نعم، مساء الخير. في الحقيقة لم ننتظر يعني من العدالة أن تأخذ قراراتها بكل حرية. ما بين يعني سيدي محمد أو باب الواد أو باينام، أنت تعرف أنه العدالة مسيرة، فربما كان في تفكير يعني من أخذ القرار أنه يصعد في بعض الأحيان ويقلص الضغط في بعض الأحيان أخرى، والرسالة هي أنه إرادة السلطة هي فوق إرادة الجميع، فيطلق سراح من أراد ويبقي في السجن من أراد. ولكن هل يمكن اعتباره حسين جيد اللي يقول دليل تخبط وتمرد وتحدي وأيضا علامات تهلهل في السلطة؟ لا، واضح أنه السلطة اليوم فقدت انسجامها منذ أشهر على الأقل. هنالك تخبط داخل المؤسسة العسكرية، هنالك عدد كبير من يعني العسكريين الذين كانوا لهم مناصب عليا اليوم أصبحوا وراء القبضان، هنالك تهلهل داخل الإدارة، داخل العدالة، في كل يعني جهاز الدولة. وهذا هو التخوف الكبير، أنه انهيار النظام السياسي أو الواجهة السياسية للنظام أصبحت تهدد الدولة ككيان، وهذا شيء خطر على البلاد. طيب، على ذكر الواجهة السياسية للبلاد، هناك من يقول هذه الانتخابات هي محاولة مثل ما كان يقول حسين جيدل من المؤسسة العسكرية لإعادة هذه الواجهة السياسية. تبون ينفي أنه مرشح المؤسسة العسكرية، تبون تعلن حملته بأنه استأجر طائرة خاصة لخوض هذه الانتخابات الرئاسية.
أنت تعرف هذا يعني شيء نجم نقول ما بين قوسين عادي في الجزائر، أنت لا تعرف مصادر الأموال وما تعرفش يعني الإمكانيات تاع هاد المترشحين. المشكل هو أكبر وأعظم. الآن النظام السياسي اللي كنا عايشين على أساسه منذ 20 سنة على الأقل في الحقيقة مع مداخيل ضخمة من الريع، هاد المنظومة السياسية الاقتصادية انهارت وانتهت، غير ممكن أن تعيش مرة أخرى لأن ليست هنالك إمكانيات لدعم بالطريقة التي عشنا بها، دعم يعني الاقتصاد ودعم شرائح اجتماعية لشراء الدمم إلى آخره. الآن السؤال ما هو يعني نية السلطة أو نواة السلطة اللي تتجسد في المؤسسة العسكرية، ما هي نيتها للمستقبل؟ ما هو النظام الذي سوف يبنى في المستقبل القريب؟ الآن واضح أن المؤسسة العسكرية تريد مراقبة وتحكم في هذا التغيير، يعني في إنهاء مهام عدد كبير من الوجوه السياسية السابقة، ولكن السؤال كيف ستبني المستقبل أي نظام هي تخطط له؟ ما رأيك في بنفليس الذي يقول بأنه الحراك يستمر وأنه يريد تعبير عن تطلعات الحراك، فيما الحراك يقول لا الانتخابات مع العصابات، وفي نفس الوقت يحذر من عادة استنساخ بوتفليقة ونظام بوتفليقة والعودة الخامسة، وإن كان نظام بوتفليقة هو الذي سيشرف على هذه الانتخابات يعني كما يرى الكثيرون. لا، ظهر الآن أن هنالك إرادتين متناقضتين، هنالك حراك شعبي يرفض أي انتخابات تكون يعني نتائجها مقررة مسبقا، هذه انتخابات بالاسم فقط ليس في المضمون، فالشعب يرفض هذه الانتخابات. أما من دخل الانتخابات له حسابات خاصة به، هل هما على قدرة لبناء من جديد نفس النظام البوتفليقي؟ أنا أقول لا، غير ممكن تماما، ولكن المشكل ما هي المنظومة الممكن بنائها مع تسيير من قبل المؤسسة العسكرية؟ هل تريد حقيقة يعني تفتح أو تغلق أكثر المجال وتمنع كل الحريات؟ على الأقل يعني المؤشرات سلبية جدا لحد الآن. المؤسسة العسكرية المتحدث باسمها وجهتها القايد صالح يقول بأنه الانتخابات ستجري في وقتها، وأن الشعب يريد هذه الانتخابات ويتوقع إقبالا كبيرا وخاصة من الشباب. أنت تعرف أنه الخطابات السياسية من قبل النظام أو رجال النظام مهما يعني المرتبة تحهم أو الموقع تحهم، خطابات لغة خشب وكذب ويعني أشياء ليست لهم علاقة مع الواقع. الآن نحن أمام منعرج مهم جدا، هل ستكون هذه الانتخابات في 12 ديسمبر أم هل ستسقط؟ فهنالك يعني علامة استفهام. السلطة الآن مصممة للذهاب لهذه الانتخابات لأن رئيس يكون يعني يخرج من هذه العملية ويصبح غطاء على الأقل في مرحلة أولية لتسهل مهمة المؤسسة العسكرية. أما يعني سقوط هذه الانتخابات ستعني ذهاب عدد كبير آخر من المسيرين للبلاد الآن، وفتح أبواب مرحلة أخرى، مرحلة انتقالية. ولكن ما هي هذه المرحلة الانتقالية؟ فأنا من يعني من يعني أظن أنه ستكون مسيرة بطريقة أو أخرى من قبل المؤسسات والمؤسسة العسكرية أولا. ماذا عن البعد الخارجي دكتور سفيان جلالي؟ تبون الذي يقول بأنه في تناقض في تصريحه لقناة جزائرية أنه فرنسا تتدخل، ولكن يقول ليست فرنسا رسمية، لا يتهم فرنسا رسمية، والذي كان يشيد بعلاقات مع فرنسا وتمت إقالته لطعبه به واتهم بأنه حاول التقرب عندما زار فرنسا، وفي نفس الوقت ينتقد وزير خارجية فرنسا، فيما فرانسوا بيرغا وزير رئيس الباحث بالأحرى
الفرنسي المعروف يقول أن وزير خارجية فرنسا كان يتهمه بشكل صريح في تدوين على الفيسبوك أنه هو الذي لعب دورا في وقف بث قناة المغاربية مثلا. نعم، أنت تعرف أن الجزائر الآن في وضعية سيئة جدا على المستوى العالمي، ليست لنا أي دور ولا في المنطقة ولا في العالم، فالجزائر ضعيفة جدا ولها يعني سيادة وهي يعني ضعيفة جدا، فكيف نتعامل مع القوى الخارجية التي لها مصالح كبيرة جدا في البلاد؟ الخطاب المزدوج هذا تعودنا عليه منذ يعني البداية. أنت تعرف أنه في البلاد رئيس جمهورية أو مسيرين لهم يعني انتقادات كبيرة ضد فرنسا أمام الشعب، ولكن وراء الستار لهم علاقات، لهم اتصالات، لهم مصالح مشتركة إلى آخره. الجزائر غير ممكن أن تعيش بمعزل في العالم، ولكن الخطاب السياسي الديماغوجي الشعبوي يريد أن يدفع بالجزائريين إلى كراهية بعض القوى، ولكن السلطة في نفس الوقت تتعامل معهم. فلازم نكون يعني موضوعيين. الجزائر في حالتها اليوم غير قادرة أن تخرج من الأزمة بدون أن تتعامل مع عدد كبير من القوى الخارجية، منها في الشرق ومنها في الغرب. علينا أن نجد توازن ما بين روسيا والصين ومن جهة أخرى الولايات المتحدة وفرنسا. أما الشتم والكلام يعني الفرفاط هذا لا يؤدي بالنجاح للبلاد، ولكن دغدغة الشعور والعواطف فقط. على ذلك الولايات المتحدة، سفير سابق للولايات المتحدة في الجزائر ويقول يستغرب تعتيم صح التعبير الإعلامي أو عدم اهتمام الإعلام العالمي بالحراك الشعبي الذي يحييه، حراك منظم سلمي ولأشهر في أكبر بلد في إفريقيا. نعم، واضح أن الإعلام العالمي لم ينتبه بإنصاف لما يجري في الجزائر، لأن هذه ثورة حقيقية، ثورة بمعنى ماهوش غير تغيير نظام، ولكن يعني في الأسلوب، في سلوك هذا الشعب كامل وهو في الشارع منذ 9 أشهر، شيء يعني جديد في الساحة العالمية. وعدد كبير من البلدان الآن دخلوا في محاولة نفس هذه الثورة. فنظن أنه في الذاكرة الجزائرية وحتى العالمية تبقى هذه الثورة راسخة في الأذهان، كما كانت ثورة المجيدة 54. فشيء غريب أنه وسائل الإعلام لم تتطرق يعني بحجم كافي لما يجري في الجزائر، هذا لا بدون شك. هل هذا يعني أن هنالك ضغوطات من قبل النظام الجزائري أو يعني تخوف من بعض الأنظمة؟ مثلا فرنسا كذلك تغطي بطريقة سلبية جدا الستارات الصفراء وما يحدث في بلدانهم، ربما تخوف من أن تعدوا هذا التحرك. شكرا جزيلا لك دكتور سفيان جلالي، وسنستوضح في هذا الموضوع في الإعلام الفرنسي وفرنسا مع العارف بالموضوع الأستاذ حسين جيدل في باريس. ولكن قبل ذلك نتابع هذا التقرير عن بنغرينا هرب في تندوف. We'll be right back.
ينضم إلينا الآن عامر كفكف الأستاذ والناشط النقابي من سطيف. عامر كفكف على الأرض في نبض الشارع الجزائري كنا نسمع فيه تندوف تقريبا نفس الشعارات شعارات العاصمة، إلى درجة أنه بنقرينا هرب يعني ولاش الفوت علاش وغيرها من كان نفس الشعارات المرددة في عدة أنحاء من الجزائر، والجدل الجزائر اليوم كذلك حول هذه المفارقة عن تبرئة محكمة لحاملي الراية الأمازيغية وإدانة محكمة أخرى وسجن بنفس التهمة لحاملي هذه الراية. نعم، السلام عليكم الزلفة. السلام الزلفة، تحية ليك لكل مشاهدي قناة المغاربية، وتبقى قناة المغاربية يتابع الشعب الجزائري نتابع عبر الانترنت، ونحن جد متأسفين قطاع البث قناة المغاربية التي القناة التي يشاهدها الجزائريون برمتهم. نعم، فيما يخص اليوم نحن جد مسرورين بما حدث في محكمة باب الواد، وهذا دو بوا دو ميجور، وأن نحن نطرح سؤال، هل في الجزائر يكون نفس القانون؟ لماذا كيف على رافعي الراية الأمازيغية في محكمة بعام سجن وتم تبرئة آخرين في محكمة أخرى؟ هنا السؤال مطروح، ونترك رجال القانون ومن الذين سيشرحون ذلك. نعم، الشعب الجزائري مصر، سيتان بيبل بيان ديترميني، الشعب الجزائري سنبقى في الشارع، ولو مرت هذه الانتخابات سنبقى دائما نبقى في الشارع، نبقى نطالب ببناء دولة الحق والقانون. ما يحدث اليوم، أنا أتساءل كيف يمكن أن تحدث هناك حملة انتخابية عن أي حملة انتخابية؟ هذه الوجوه السياسية التي يشمئز الجزائريين من رؤيتها، ناهيك عن تقديم برامج، عن أي برنامج يتحدثون، هم كلهم رموز نظام فاسد، نظام بوتفليقة. إذن والله الانتخابات ما يحدث يوم في الجزائر وغريب من ناحية السياسية ومن ناحية الاجتماعية، غريب جدا ما يحدث في الجزائر، لأن لا توجد أي سياسة، عن أي سياسة يتكلمون ورافعي رايات تعبر عن هوية في السجن، مجاهدين في السجن، صحفيين في السجن، إضرابات في كل القطاعات، جو سياسي عافين، لا يمكن إجراء انتخابات رئاسية، انتخابات أخي الكريم في غلق قنوات تواصل، غلق قنوات الحوار، برامج سياسية، عن أي برامج سياسية وجوه قلت يشمئز منها الجزائريين، فكيف عن أي حملة انتخابية ستكون؟ والله غريب جدا. طيب، على ذكر كذلك الاعتقالات، أنه هناك فيديو على فيسبوك لان يتم تداوله لاعتداء على العرباوي كمال في عنابة على ما أعتقد، وأيضا تبقى الأسئلة المطروحة حول مثلا حالات أخرى لجزائري، ربما بعضهم في العاصمة مثلا قد يحظى بالتغطية الإعلامية، بعضهم في مناطق أخرى ربما لا يعرف حتى الجزائريون عنهم شيئا. يعني والله أولا أخي كريم، وأنت تعرف كل جزائريين والعالم بأسره يعرف مدى سلمية الشعب الجزائري، 39 جمعة و 39 أربعاء للطلبة، الملايين من الجزائريين أخي الكريم منذ 22 فبراير إلى اليوم تقريبا 450 مليون جزائري، نعمل عملية حسابية وهو ما تقدم لي فوزي البومان عندما قال في الجمعة 2021، قال 22 وصلت إلى 240 مليون، الآن وصلت إلى 650 حوالي 650 450 جزائري خرجوا من 22 فبراير إلى الجمعة الأخيرة، وهذه الخرجات الجزائريين بكل سلمية بكل حضارية يخرجون ليلا ونهارا، وكل شرائح المجتمع الجزائري من أطفال وشيوخ وكل شرائح الجزائري كل شرائح المجتمع الجزائري تخرج تقول لا الانتخابات، هو سيتا ميساج بيان كلير، هو يقول الشعب الجزائري أخي الكريم لا نريد هذه الانتخابات مع العصابات، نحن لا نريد هذه الانتخابات. إذا أظهر الشعب الجزائري سلمية كبيرة جدا، ودليل عليك ما قال ما صرح به أحد صحفي قناة تيافا عندما قال لو كانت تمنح جائزة نوبل للسلام لمنحت للشعب الجزائري، والتصريح لصحفي يعرف السياسة ويعرف ما يحدث. طيب، ما يحدث من طيب. نعم، يبقى معنا عامر كفكف وحسين جيد. على ذكر تيافا، ما رأيك في تصريح تبون الذي كانت تهمه هو نفسه بأنه لما تمت لطاحة به حملة ضده، وأنه حاول التملق وتقرب من فرنسا وراح لفرنسا، وتمت إقالته بعد عودته من باريس، هو الآن يقول في نفس الوقت أنه فرنسا
تتدخل وفي نفس الوقت لا يتهم فرنسا الرسمية، ثم يتحدث عن لودري وزير خارجية فرنسا الذي يتدخل فيها. طبعا من تصريحاته هذا تعرف بأنه رجل ليس له الجرأة، ليس له الشجاعة أن يصف الأمور من وصف. هو يعرف يتقرب لفرنسا، هو يعرف أن فرنسا تعادي الشعب الجزائري، أن فرنسا الرسمية تعادي الشعب الجزائري، تعادي الحراك، وأن فرنسا باسطة يدها على منظومة الحكم الجزائر. لا ننسى أن النطق الرسمي باسم القيادة العسكرية قايد صالح كان متواجدا في مصحة أنفاليد التي تديرها المخابرات العسكرية الفرنسية، وتحت ظل صورة فرانسوا هولاند، وكانوا يقررون هو بوتفليقة يتخذون قرار. أين أليست هذه سيطرة فرنسا على السيادة الجزائرية وراه السيادة الجزائرية؟ فإذا كان الذي يدعي أنه رب الجزائر اليوم وهو القايد صالح يخضع هذا الخضوع لفرنسا، فما بالك بالصغير تربون؟ طيب ولكن أنصار القايد صالح بالمناسبة الباديسيين نوفمبريين، وتعرف صفحاتهم يقولون كانت خطة فقط، هو كان يعد لقصقصة أجنحة اللوبي الفرنسي، وأنه كلها كانت فقط في إطار تلك المحاولات. لما حان الوقت القيادة النوفمبرية أزاحت بوتفليقة، وهي الآن تريد تحقيق تطلعات الشعب. نعم، أين اللوبي الفرنسي؟ ما من أزاح من اللوبي الفرنسي القايد صالح؟ من يعطينا مثال على واحد من اللوبي الفرنسي الذي أزاحه؟ القايد صالح سيدي كان يقول العهد الخامسة، واللي يخرج ضد العهد الخامسة خاين، وكان يقول إنجازات رئيس الجمهورية. إضافة إلى هذا، القايد صالح هذا وجماعته لم يتوقعوا أبدا هذه الثورة أبدا، بدليل أنهم وقفوا ضدها إلى تقريبا منتصف شهر مارس، يعني بعد أكثر من شهر ونصف غيروا من مواقفهم تحت ضغط الشارع وضغط الإعلام. قايد صالح كان يهدد في الشعب لما يخرج ينادي برفض العهد الخامسة. إذن القايد صالح ليس بمقدوره أن يقف ضد اللوبي الفرنسي، بالعكس هو يستمد قوته من اللوبي الفرنسي، بدليل أنه استنجد بفرنسا لتوقف بث قناة المغاربية. إذا كان قدر القايد صالح باش يرشي أوتلسات اللي عندها عدة فروع في العالم، هل استطاع لحد الآن القايد صالح أن يسترجع سنتيما واحدا مما سرق لموجود فرنسا؟ هناك تعليقات في هذا الصدد من الجزائريين، ربما أطرح هذا على عامر كفكف، يبقى معنا حسين جيدل. هناك من الجزائريين من يعلق فعلا يقول هذا الكلام الذي يقول حسين جيدل عامر كفكف، أنه هناك محاكمة سريعة للمعتقلي الراية الأمازيغية، بينما العصابة كما يوصفون ليس هناك محاكمة فعلية، المحاكمة الوحيدة هي الحكم الذي صدر ضد حداد مثلا في قضية تزوير الجوازات السفر، وحكم بستة أشهر، يعني تقرير نفس يعني أقل حتى من معتقلي الراية الأمازيغي. نعم، هي مفارقة عجيبة جدا. وإذا لاحظنا صور دخول بعض المتهمين إلى المحكمة وكيف تم اختطاف، هم ليس هم لا الشعب الجزائري شاهد اختطاف بمالة، اختطاف بورقعة، اختطاف بن سمير بالعربي، اختطاف كريم طابو، هي اختطاف هذا النظام الجزائري. عكس العصابة الأولى التي هابنا الفيديو عندما دخلوا إلى المحكمة العسكرية بكل أريحية. إذن هنا مفارقة عجيبة جدا، والجزائري لا يؤمن بهذه المحاكمة. نحن لا نؤمن حتى بالجهاز القضاء في الجزائر، لا توجد هناك سلطة قضائية مستقلة. الشعب الجزائري يطالب كل يوم الجمعة يكون ثلاثاء بناء منظومة قضائية مستقلة مبنية على القانون وليست مبنية على التليفون. ونلاحظ على الفيسبوك الجزائريين يبدعون بصور كاريكاتورية للمحكمة الجزائرية. إذن الشعب الجزائري من بين مطالبه أيضا بعد إسقاط نظام بناء عدالة مستقلة ليكون كل الجزائريين سواء أمام القانون. يبقى معنا عامر كفكف إلى بن صالح الذي يستقبل مرة أخرى وتتناوله وسائل الإعلام
الرسمية التي تغطي تعتم على الحراك بينما تغطي بن صالح وتغطي المسيرات العفوية بين قوسين لمساندة الانتخابات وقيادة الجيش. بن صالح يستقبل مرة أخرى بدوي وتفتتح به وسائل الإعلام الجزائرية. حسين جيدل بين فترة وفترة لو تلاحظ بن صالح يستقبل بدوي ويتم إبراز ذلك في الأخبار. بدوي الذي لم يتحدث لم يلقي كلمة منذ أن تم تعيينه من قبل العصابة، والذي جمع 6 ملايين استمارة ترشح لبوتفليقة وكان وزير داخلية بوتفليقة في حكومة بوتفليقة. طبعا بن صالح نفسه الذي كان أول داعي للعودة الخامسة وكان أحد محسوبين على نظام بوتفليقة وحتى قبل نظام بوتفليقة. يتم إبراز هذا الخبر بينما تعتيم تام على الحراك وأيضا حتى ترويض وسائل الإعلام التي تمردت مثل القناة لاشانتروا القناة الإذاعية الثالثة مثلا ومنع إعلاميين وأيضا وقف برامج لأنها كانت تعطي المجال وتنقل الحقائق كما هي. طبعا سي جمال، اولا النشاط الحكومي مشلول، لا يمكن لان اي وزير ان ينزل الى الميدان، وما حدث في الصحافه الاجنبيه كثر الكلام كثيرا عن سيطره القائد صالح على المشهد السياسي بخطاباته الكثيره، فاحيانا يخترق هذا الصمت وهذا الركود الموجود في مؤسسة الدولة ببعض الصور. بن صالح يستقبل بدوي، بدوي لا يتكلم وبن صالح لا يقول كلمة وانتهى، هو نشاط حكومي، بينما في الواقع لا يوجد أي نشاط حكومي منذ 9 أشهر. لا يوجد أي نشاط دولي للجزائر، لم يزور الجزائر إلا وزير واحد، وزير خارجية الدولة واحدة فقط، واستمر ذلك 2 ساعة تقريبا أو 3 في المطار ثم عاد أدراجه. إذن هم يحاولون تزيين الديكور وتمرير صور ليقولوا الجزائر موجودة والنظام موجود وليس فقط القائد صالح هو الذي يبسط يده على هذه الجزائر بخطاباته، بل هناك رئيس دولة وهناك رئيس حكومة. إذن لا يعني شيء لا معنى له. أما سيطرتهم على الإعلام فنحن قلناها منذ 10 أشهر، قلنا لا يمكن أن يكون هناك حوار ولا تفاوض ولا انتخابات ولا تصور لمرحلة معينة أو لحل بدون تحرير الإعلام بعد تحرير المعتقلين. لا يمكن إذا كان الشعب الجزائري إذا كان صوته وصورته لا تصل إلى التلفزيون فكيف تصل إلى الصندوق؟ إذا كان رأيه الذي يعبر عنه لا يحترم فكيف تحترم غدا قراراته قرارات الشعب الجزائري؟
إذن نعم، الإذاعة الوطنية الثالثة فيها جزائريون أحرار شجعان خرجوا ونددوا بهذا. أنا كشخص اتصلت بي القناة عدة مرات، طبعا في قضايا لا تخص الجزائر ولكن تخص بالخصوص ليبيا. إذن هذه القناة شذت وتعرض صحفيوها ولا زالوا إلى التعسف. هناك ضغوط رهيبة تمارسها القيادة العسكرية على الصحفيين وعلى كل الذين يحاولون إبداء رأي مخالف لما تم تقريره. سي جمال الدين لازم نعرف بأن الذي يدير العملية الآن، عملية التهيب، ليس الدياراس. الدياراس على الأقل أعضاؤه يعرفون، عندهم طريقة معينة في الاتصال بين الناس وتخويف الناس بطريقة لابقة. الآن هم المخابرات العسكرية، دي السياسة، البوليس السياسي الموجود في الجيش الذي يتجسس على الضباط وضباط الصف والجنود. هؤلاء ليست لهم أي ثقافة في التواصل وليست لهم أي معرفة سياسية، ويعاملون الناس بالسب والشتم والتهديد وكأنهم في ثكنة. ولهذا الناس نقلوا لنا كثير من المناضلين، كثير من المسؤولين تم الاتصال بهم، نقلوا لنا ما يتعرضون له من سب ومن شتم، يعني يندله الجبين، يعني واحد الابتذال، واحد المهانة لا تليق بهؤلاء. لماذا؟ لأن الآن الأمر كله في يد دي سياسة، في يد المخابرات العسكرية. طيب ماذا عن الإعلام؟ أشرت إلى الإعلام، تبون يشتكي من فرانس 24، ولكن الملاحظ أنه فرانس 24 مثلا والجزائريون لا يريدون تدخلا من أي أحد، حتى مثلا تفرض إلى لبنان مثلا أكثر مما تتحدث عن الجزائر. وربما تبعت تغريدة سفير الجزائر فرنسا، سفير الولايات المتحدة بالأحرى السابق في الجزائر، يستغرب هذا التعتيم. وأنت تعرف الإعلام الفرنسي برغم ما يروجه الذباب، وفي الحقيقة لا يهتم بهذا الشأن الجزائري إلا نادرا. شوف، الإعلام الفرنسي سيدي، فرنسا 24 تابعة لوزارة الخارجية الفرنسية، وأنت تعرف أنه منذ أفريل نحن الذين ندافع عن الحراك أو رموز من رموز الحراك إن صح التعبير، قيل لنا بالحرف الواحد، أنا وسي مصعب حمودي وغيرهم، أنتما لا يمكنكما الآن أن تحضروا نقاشات فرنسا 24، لأن فرنسا 24 تلقت تعليمات بأن تكون ضد الحراك. وأنت تتذكر سي جمال الدين عندما كان الجزائريين يخرجون بالملايين كان يقول لك آلاف، ومن قبلها كان يقولوا مئات. إذن هؤلاء يخضعون للحكومة الفرنسية. أما الإعلام الخاص، الإعلام الخاص تابع للوبيات، وهذه اللوبيات لها علاقات بالنظام الجزائري، الذين يمتصون والذين يأخذون أموال الجزائريين دون أن يكون هناك مقابل حقيقي. هي هذه اللوبيات، هي الشركات العظمى الفرنسية، توتال وغير توتال، كلها، وشركات البناء وشركات التعمير وشركات الشركة التجارية، كلها عندها مصالح مع النظام الجزائري. فليس إذن من مصلحتها أن ينتصر الحراك، وعلى هذا الأساس توعز إلى هذه القنوات كلها الخاصة بأن لا تتعرض للقضية الجزائرية. حتى الصحافة باستثناء جريدة لوموند أحيانا وجريدة ليبراسيون أحيانا وباحتشام يتعرضون للموضوع الجزائري. لماذا؟ لأن هذه الصحافة المكتوبة والمرئية تخضع أو يملكها أناس لهم مصالح كبيرة مع هنا الجزائر. هنا هذا يقودنا إلى المغاربية، يعني فيه تدوينة قبل فترة عندما تم وقف بث قناة المغاربية لفرانسوا بورغا، تعرف الباحث الذي عاش في الجزائر ويعرف الجزائر، الباحث الفرنسي المعروف، وقال بأنه ربط وقف بث المغاربية بتدخل السلطات الفرنسية، وأشار إلى وزير خارجية فرنسا الذي التقى بوزير خارجية نظيره الجزائري، والتدوينة متوفرة على حساب فرانسوا بورغا. نعم، أنا قرأتها، والاتصال مباشر مع سي فرانسوا بورغا، نحن نعرفه، نعرف مواقفه منذ 40 سنة،
وما يكنه للحرية الشعوب وخاصة الشعب الجزائري من احترام، دافع في التسعينات حين كان يقتل الجزائريون، دافع وقف ضد الانقلاب وبلغ ودفع ثمنا غاليا هذا الرجل من أجل وقوفه في مع الشعب الجزائري ضد الانقلاب. نعم، التوقيف المغاربي لا شك فيه. أنت تتذكر سي جمال بلي أوتلسات أوقفت قناة العصر في سنة 2011، في 2011 أيضا بإعاز من وزارة الخارجية الفرنسية وتحت ضغط النظام الجزائري. إذن تصريحات جون يف لودريان وزير الخارجية منذ بداية الحراك يعني تكفي، كلها كانت إعادة صياغة لخطابات القايد صالح ولمواقف القايد صالح. كان يدعم العهدة الخامسة إلى حين قرر القايد صالح إزاحة بوتفليقة تحت ضغط الشارع، فغير من رأيه، ثم قال انتخابات في شهر جويلية فأيد جون يف لودريان انتخابات جويلية، ثم بعد ذلك مرحلة انتقالية يديرها الجيش، وهكذا كان يضبط ساعته ويصوغ خطاباته حسب المواقف والخطابات التي يقولها. طيب ابقى معنا أستاذ حسين جيد. عامر كفكف بالأخير، في مقابل على ذكر ضبط الساعة، الحراك ضبط ساعته وليس كذلك على توقيت تغيير حقيقي للجزائر، جزائر تليق بشهدائها، جزائر تليق بموقعها بإمكاناتها بتاريخها وبشبابها. نعم نعم نعم. إذا الشعب الجزائري كما قلت لك مصر، والشعب الجزائري رغم كل المناورات ورغم كل التضييقات الأمنية والإعلامية والقضائية، إلا أن الشعب الجزائري مصر كما قلت لك أخي على تنحية والشعار الذي بقي في أذهان كل جزائري يتنحوا كاع، يتنحوا كاع لو هناك نقاش سياسي لها دلالة ومعنى كبير جدا. نريد تنحية كل رموز النظام منذ النظام المستمر منذ 62، منذ الانقلاب على الجبيرات، ثم الانقلاب على الثورة، ثم الانقلاب على الإرادة الشعبية 92، ثم الانقلاب على انقلابات، انقلاب انقلاب الآن 2019. الشعب الجزائري مصير، شباب رأى العالم هناك إمكانياتهم، لا يعرفون بأن الشعب الجزائري ذكي، الشعب الجزائري ذكي، وسترى الأخ سترى بعد مدة زمنية عندما تبدأ هذه ما يسمى بالحملة الانتخابية بين قوسين، سترى الشعب الجزائري كيف يبدع بسلمية، هناك مفاجآت وهناك هناك تظاهر بطريقة أخرى. الشعب الجزائري والشباب الجزائري لديهم إرادة ولديهم طرق حضارية ليبين لهذا النظام بأن هذا النظام أفلس سياسيا واقتصاديا في كل المجالات. الشعب الجزائري أذكى منهم، وسنسترجع السيادة فيما يخص فرنسا. هم فرنسا يعلمون عندما لو يسترجع الشعب الجزائري سيادته ستكون مصالح فرنسا في خطر، لذلك هناك تعتيم إعلامي في القنوات الفرنسية. يا أخي الكريم كما قلت، لو هناك بعض الكتاب الجزائري الذي أحترمهم أنا مثل أبو علام صنصال وكريم كمال داود، فقط عندما تكلموا عن الإسلام وتهجموا على بعض خلي أقول لك بعض الأشياء التي ترمز إلى الدين الإسلام، مباشرة يصيرون انفيتي دون لي بلاتو فرونسي، وترويج إعلامي كبير جدا. ولكن الآن ما يحدث في الجزائر، الملايين من الجزائريين في الشارع، ولكن هناك تعتيم إعلامي كبير في القنوات. نحن لا ننتظر من فرنسا شيء، ولا ننتظر من هذا النظام قوة. الشعب الجزائري في وحدتنا، رغم كما قلت كل المؤامرات، إلا الشعب الجزائري بتوارك بالشاوي بالقبائل. الشعب الجزائري تاريخيا شعب أمازيغي، نفتخر بأمازيغيتنا، نكون ذي مازيغ، العربية التي والإسلام أيضا من تراثنا، ونحن الشعب الجزائري مسلم، والشعب الجزائري يتكلم، وأنا من منطقة القبائل وأتكلم اللغة العربية بكل افتخار، ولكن أنا أمازيغي أتكلم اللغة العربية، وليس لدينا مشكل مع أي ولاية. ما يعيشه إخواننا في تلمسان وقسنطينة وباتنا وتير في كل ولايات نحن نعاني من هذا النظام. إذا الشعب الجزائري أذكى منهم، سنبقى في الشارع، وسنبقى بسلميتنا بوحدتنا بأمازيغيتنا بإسلامنا بعروبتنا، سنبقى في الشارع ونقول لا لهذا النظام، نريد بناء دولة حرة ديمقراطية شعبية. شكرا جزيلا لك عامر كفكف، الأستاذ والناشط النقابي، كنت معنا عبر الهاتف من سطيف. حسين جيد، كخلاصة في النقاش، الحراك مستمر يستعد للجمعة 39، فيما السلطة تستعد لهذه الانتخابات، الحملة الانتخابية تبدأ يوم الأحد المقبل، وإن بدأت مسبقا وواضح أن مؤشرات هذه الحملة هذا الرفض الشعبي
لها، وحتى الذين كانوا يتحمسون هذه الانتخابات، هل تتفق أنه بهؤلاء الخمسة الذين اختارتهم وافقت عليهم هيئة مراقبة الانتخابات زادت الحراك ودعمت حجته وأضعفت حتى حجة الذين كانوا يدعون لهذه الانتخابات؟ وإن بعضهم طبعا تراجع، هناك من بعض النخبة من يرى بأنها ما زالت مصرة، يعني ما زالت تعاند وتحاول إيجاد التبريرات لهذه السلطة بتسويقات أيديولوجية للبعض وتسويقات مصلحية يرى البعض لها كذلك. نعم، الشعب الجزائري أدرك بأن لم يرمى من العصابة في السجن إلا القلة، ودليل أننا أن القيادة العسكرية اللي هي جزء من العصابة ما زالت تحكم الجزائر، وأن جزء من العصابة، أنا كل مرشحين الخمسة جزء من العصابة، كلهم جزء من العصابة، كلهم كانوا مع بوتفليقة وكلهم شاركوا في ما آلت إليه الجزائر. الانتخابات، نقول برك فقط جمال الدين بأن الشعب الجزائري سيسقط هذه الانتخابات، سيمنع إجراء هذه الانتخابات كل سلمية. الشعب الجزائري يتجه نحو عصيان مدني، وسنرى إن كان بمستطاع هؤلاء المرشحين وباستطاعة القيادة العسكرية أن تفرض على الشعب الجزائري خيارا لا يريده وأن تكون هي السلطة بدل الشعب، سنرى ذلك. الشعب الجزائري سيكون بالمرصاد، سيكون بالمرصاد. الشعب الجزائري قرر بأنه لن يرجع إلى بيته إلا وقد استرد السلطة واسترد سلطته وسيادته وافتكها من يد العسكر. هذه قررها الشعب الجزائري في 22 ولن يعود. فإذا كانت القيادة العسكرية قادرة على أن تفرض هذا على الشعب فلترنا ذلك. هي لن تستطيع استعمال العنف، ولكنها أيضا لن تستطيع تمرير الشعب، لأن الشعب الجزائري سيعتصم في الشوارع وفي الميادين ويقوم بغلق الطرقات ويقوم بإضرابات وسيمنع بكل الوسائل السلمية. طيب، ولكن هناك من له رؤية أخرى يقول بالعكس، هذا الطرح قد يخدم المؤسسة أو أصحاب المصالح وأصحاب القرار. وهناك من يقول أنه ربما في النهاية الحراك هذه الانتخابات خدمته أنها أيضا كانت غربالا، يعني كان الحراك غربالا، غربالا حتى النخب التي انخدع فيها بعض الجزائريين أو التي ركبت الحراك أو حاولت ركوب الحراك، وفي النهاية تحولت إلى أبواق ومبررات تبرر للسلطة الفعلية للمؤسسة العسكرية. نعم سي جمال الدين، الثورة الجزائرية هي غربال، ما زال يغربل وينقي الكل من يتصدر المشهد أو يحاول الظهور في المشهد إلى حين سقوط هذه الانتخابات والدخول في مرحلة انتقالية. الشعب الجزائري بالمرصاد، كل الذين كانوا حاولوا بخبثهم وأن يركبوا الحراك بطريقة أخرى انكشفوا، لأن ولاءهم للسلطة العسكرية انكشف، وانخدع الكثيرون بألاعيب السلطة، ولكنهم انكشفوا. الشعب الجزائري أعطى لأول مرة، أول مرة في التاريخ نتاع الشعب الجزائري منذ الاستقلال، وحدة وطنية لا مثيل لها، تضامن لا مثيل له. استبعد الشعب الجزائري، استبعد كل الخلافات الإيديولوجية والجهوية والعرقية واللغوية كلها، ووقف صفا واحدا، شعب واحد ووطن واحد، ولكن وطن واحد دون هذه العصابة ودون هؤلاء الفاسدين والمستبدين. هذه قالها الشعب الجزائري وهو يرددها كل يوم، يرددها كل يوم، وأسقط كل ألاعيب السلطة، لأن هذه السلطة تعيش في عالم آخر بعيدة عن الشعب الجزائري. الشعب الجزائري سيسقط هذه الانتخابات، ولنا موعد قبل 12 إن شاء الله، آخر أجل لإسقاط هذه الانتخابات هو يوم الانتخابات، ولكن الشعب الجزائري سيسقط هذه الانتخابات قبل هذا اليوم إن شاء الله، بتصعيده للحراك السلمي، تصعيده للثورة السلمية، ودخوله في عصيان مدني. هذا من حق الشعب الجزائري. اليوم فقط في لبنان يا سي جمال الدين أقدم طلبة لبنان على العصيان المدني بغلق الطرقات والاعتصام في المباني الحكومية، اليوم طلبة لبنان فقط، لم يمضي على تمضي على الثورة اللبنانية سوى شهر واحد، نحن في الشهر التاسع، والشعب الجزائري لم يستنفد قوته بل ازداد إيمانا
بأن هذه العصابة لن ترحل إلا بالسلمية المطلقة، وهذه السلمية المطلقة هي هذا العصيان المدني الذي يجب أن يكون الحل الأخير الذي ينقذ الجزائر ونذهب نحو مرحلة انتقالية، ويبني هؤلاء الشباب الذين أبهروا العالم، هيبني هؤلاء الشباب هم الذين سيبنون جزائر المستقبل غدا، جزائر العدل والتضامن، جزائر الحريات، جزائر المواطنة، وجزائر الكرامة الحقيقية. هل يمكن الأمل في أن في النهاية في أنه مهما كانت الاختلافات والرؤى والمقاربات إلى توافق، تحقيق هذا التوافق بدون أي صدام، بدون أي تصعيد، وفتح الآفاق أمام الجزائر بما يخدم الجميع؟ طبعا أنا شخصيا لا أعتقد ذلك، ولكن يعني ما زالت فرصة أخيرة أمام القيادة العسكرية بالذهاب نحو حل يخرجون من خلاله إلى يعودون إلى سكناتهم ويسلمون السلطة للشعب، والشعب يعطيهم الأمان. هذا الشعب شعب تعنيف، شعب تاع كلمة، إذا أعطالهم غدا أعطالهم الأمان سيعطيهم الأمان، لأنه شعب برهن على ذلك. ولكن أنا أعتقد أن النواة الصلبة للقيادة العسكرية هي نواة مغامرة، هؤلاء غارقون في الفساد إلى أخمص القدمين، من أخمص القدمين إلى رؤوسهم، هؤلاء يديهم ملطخة بدماء الجزائريين. ما تنساش باللي معظم القيادة العسكرية الحالية هم ضباط وصف ضباط اللي كانوا في التسعينات يقتلوا بيديهم ويعذبوا بيديهم ويقومون بإخفاء واختطاف الجزائريين، ومنهم 23 ألف مختطف إلى اليوم، هؤلاء أيديهم ملطخة بدماء الجزائريين. ولكن هناك من كانوا ضحايا في التسعينات يدافعون عن القيادة الحالية، القيادة بالعكس يصفونها قيادة نوفمبرية، ما كانت هذيك هي القيادة، الضباط فرنسا هي اللي كانت في التسعينات. نعم هذو ولكن هؤلاء أيضا كانوا شركاء. خالد صالح وش كان؟ كان عضو قيادة الأركان، كان في قيادة الأركان، وكان قائد القوات البرية. وهؤلاء القادة اللي راك تشوفيهم قادة النواحي وأعضاء القيادة العسكرية، وحوالي 50 إلى 60 جنرال، 95 إلى 97% كلهم كانوا ضباط وصف ضباط ينفذون أوامر المجرم نزار والمجرم توفيق والمجرم بالخير، وهؤلاء المجرمين ينفذون بأيديهم، يعذبوا في الجزائريين بيديهم، يقتلوا في الجزائريين بيديهم، يختطفون الجزائريين، هم أنفسهم يختطفون الجزائريين. هذو لابد طيب، ولكن لو تسمع مثلا القيادين في الفيس يقولون العكس، كانوا الفيس يقولون لا، هذه قيادة نوفمبرية ويجب الأمل وقد تحقق الأمل. لنسمي الأسماء بأسمائها، هؤلاء ليس لهم علاقة بالفيس، والفيس هذا موش قرآن المنزل، الفيس يمثله علي بالحاج بعد رحيل عباسي مدني الله يرحمه، يمثل علي بالحاج. أما ما يقوله علي جدي وغيرهم، هؤلاء علاقتهم بالمؤسسة العسكرية معروفة، ومن حقهم أن يدافعوا عن المؤسسة العسكرية ولا يدافعوا عن الشعب، والشعب الجزائري سيسجل طيب. إذا كان بورقعة نوفمبري ولا ما هوش نوفمبري، إذا كان تطلق عبد الله زوخ النوفمبري وتحكم بورقعة في السجن، إذا كان بورقعة ما هوش نوفمبري وسو طيب. عبد القادر زوخ هو اللي نوفمبري ليجيبنا هؤلاء. شكرا جزيلا لك حسين جدل، وحق الرد مكفول لأي شخص ذكر في نقاش اليوم. شكرا جزيلا لك حسين جيدل، كنت معنا عبر خدمة سكايب، مني ومن كل الفريق أجمل التحايا، إلى اللقاء.